تعالوا اليمي. ما الخطأ الذي ارتكبه كاساس مع المنتخب العراقي حتى يهاجم دائما في العراق؟ درب المدرب هو الكادر مالته يحلم 100 سنة يدرب العراق. وين ماكو مدرب يمكن يستجدي التدريب المنتخب العراقي او ياخذ فرصة على حسابنا؟ مدرب وين لاقي هناك؟ من يعرفه؟ من يعرفه باسبانيا؟ واحنا العراق يعني اعرف ما عنده اي انجاز، ما عنده اي عمل كمدرب اساسي، ما قاد فرق كبيره. شلون تثبت؟ انا لا اعتقد بان السيد كاسياس ذهب للبحث عن لاعبين، وانما اعتبره هرب من حر بغداد الحاره اللاهب. وصدق مثل هذا القول، اذا المدرب لا يستحق الوجود. حتى هذه اللحظه كاساس على المستوى الجماعي، المستوى العام للفريق العراقي، شنو الخطا اللي ارتكبه اللي تغير شغله واحده بس؟ انه هو منح الفرصه للاعبين المحترفين.